سؤال أخير، نعم. اليوم العراقيون يتخوفون من تدخل إيراني مرتقب في نتائج الانتخابات، خصوصا بعد وصول قائد الحرس الثوري الإيراني للعراق. نعم، لا شك هذه المخاوف يعني واردة، ومن حق المواطن العراقي أن يخاف من عدم قبول بعض الأطراف الشيعية لنتائج الانتخابات على الأقل لحد الآن، لأن الشارع الشيعي ربما حاسب الذين كانوا يعني يتسلحون بسلاح الميليشيات ويقومون في الفترة السابقة بضرب المتظاهرين وقتل يعني النشطاء في منظمات المجتمع المدني، وربما خطف النشطاء السياسيين وقتل النساء الناشطات، كل هذه والصحفيين، كل هذه المسائل ربما أثر على حجمهم الانتخابي، وربما المواطن الشيعي أيضا يعني ضايج من كل هذه المشاكل التي تسبب بها انفلات السلاح بيد الميليشيات العسكرية خلال فترة ما بعد داعش ولحد الآن، ولم تستطيع الحكومات العراقية من حسم هذا الموضوع وأن تكون تعيد السلاح نعم إلى يد نعم الدولة سيد طارق، العراقية. هذه المسائل ربما نعم ليست بعيدة، التدخلات ستكون موجودة سواء كانت سياسية وعسكرية وأمنية عن طريق بصورة مباشرة أو عن نعم طريق يعني بالنيابة ومن خلال أطراف سياسية، ولكن المهم أن القوى العراقية الكبيرة الذين حققوا نتائج انتخابات عليهم أن يبدأوا من الآن في نعم سيد التشاور طارق، فيما بينهم ووضع برنامج نعم لتشكيل حكومة عاجلة لكي لا تعطي مجال نعم للفراغ الحكومي سيد طارق، وحتى لا تستفيد قبل هذه الكيانات والميليشيات المسلحة. نعم سيد طارق الجوهر المحلل السياسي كنت معي من أربيل، وأيضا أشكر بدر الركابي من بغداد وجاسم الهميم أيضا من كربلاء. قبل ما أنهي الحلقة، راح زيت وإجع بيت، مو هي هاي المشكلة، لكن إحنا نريد وطن ونعيش بوطن، ما يهمنا من الراحة ومن الإجاء، لكن كل هذا راح يحققون اللي نريده بالفعل. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل، بأمان الله.